اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه قبل بس ما ابدا اخبارنا النهارده اللي على النادي الاهلي وماذا حدث في تدريب النادي الاهلي النهارده، خليني ابارك للنجم الكبير ومدير الكره في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ دلوقتي في الفيوم، موجود في الفيوم اهو زي ما حضراتكم شايفين مع بنت خالته، وهم العريس والعروسه واحد ولاد اخوات الكابتن سيد يعني، فالنهايه الاثنين هو يعني فالف مبروك طبعا للنجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ. زي ما حضراتكم شايفين كابتن سيد سافر الفيوم والفرح في الفيوم. مبروك يا عرب، وعقبال ما نشوف ولاد 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 ولادهم، ودايما كده تبقى في وسط اهلك وفي وسط ناسك وفي وسط حبايبك. شايفين الحفاوه بقى حضراتكم اللي بيتم بيها مقابله الكابتن سيد عبد الحفيظ في الفيوم. كابتن سيد اهو. طب والله حاجات حلوه جدا وحاجات جميله جدا. طب هو مش كان الكابتن سيد عزمني رحت معاه الفيوم، رحنا شفنا الدنيا اخبارها ايه، والناس كلها بتاعت الفيوم وحشتنا الحقيقه جدا، فكنا جينا مع الكابتن سيد يعني برضو باركنا للعروسين او للعريس والعروسه. الف مبروك يا كابتن سيد. وفي فيديو كمان، ده ايه ده كمان ده؟ طب يلا مبروك يا عرب، الف الف مبروك الحقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ، وربنا يبارك له يا رب دايما ويفضل دايما منور وسط اهله وناسه. كابتن سيد واحد من الناس المحترمه جدا 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 لكل جمهور النادي الاهلي بيحبه خلال الفتره الاخيره الحقيقه. كابتن سيد كان له دور كبير جدا في فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري الاخيره. الف مبروك للكابتن سيد طبعا الفوز ببطوله الدوري، وايضا الف مبروك للكابتن سيد النهارده احتفاله بزواج مش عارف اقولها ازاي، ولاد اخواته ابن اخته متجوز بنت اخته، هم بيقولوا لي كده على فكره. الف مبروك طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ، ونتمنى لهم يا رب دايما الخير. جاهزين انتوا على طول بالفيديو؟ 100 100. سمعوني طيب، سمعوني. طيب ما حد يقول لنا العنوان فين يا جماعه في الفيوم. الف مبروك يا كابتن سيد. لسه كنت بقول لهم ما حد يقول لنا العنوان ده فين يا جماعه، نروح بعد ما نخلص. ما اعرفش بقى هيبقوا لسه موجودين، شوف اذكروا لي، ما انت اللي جايب لنا الحاجات دي، فشوف كده لو موجودين لسه نروح لهم. فشوفوا قول لنا. الف مبروك طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ.